والأطلسين يا هادي العيس في منمنمات الصحراء وبيارح الجليد، يا أيها الجوهر الملتبس في أوتار الجسد، يا أيها وجود المحال على تناقض الأشياء، يا سبط سلالة تحتلي بالدوال من الخريف والأسطورة والفصول والحتام والمنارة والمرافئ والحروب والسرار والداهرة والملح وقيد الظهيرة وشكل الأفول والغروب وتجاعيد الوجه ومراسم السفن والتاريخ معا، يا أيها العدم المبتلى بفيزياء ذرات زحاك الحسنى وعمرانا سائلا يأسر الشجر وطيب الهواء.